إذا كنتم تظنون أن فيروس كورونا أوقف الحيوية في كل شيء فأنتم مخطئون، فهناك بعض البشر أخطر من هذه الفيروسات. مشروع 40 مسكن ترقوي مدعم ببلدية خير الدين لم يرى النور منذ سنوات بعد بلوغه 35% من الإنجاز سنة 2013، لا يزال يتشكل في اللغز الذي لم توجد له أي حل إلى يومنا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نحن المستفيدون من مشروع 40 سكن ترقاوي ألبيا لسنة 2013 من المرقي العقاري بقادة أمين، يعني والذي كما ترون المشروع أمامكم متوقف منذ سنة 2013 رغم كل الطرق والوسائل التي استعملناها من أجل يعني مضي قدما في تكملة هذا المشروع. راسلنا السلطات المعنية سواء سلطة يعني على مستوى الدائرة أو على مستوى الولاية، إلا أنه لم يكن هناك أي قرار يتخذ تجاه المرقي العقاري. لذلك يعني طلبنا اليوم ونحن نجتمع في هذا الوقت في هذا الزمن، يعني ربما المرقي العقاري يقول يعني أننا في زمن الكورونا، إلا أن هذا العمل منذ 2013. نحن المستفيدين 40 مسكن الترقاوي الذي يشرف على تنفيذه المرقي بقادة أمين. قمنا بعدة شكاوى من بينها مديرية سكن، وفيما يخص مديرية سكن قامت بتقديم عدة إعدالات للمرقي ولكن دون جدوى. وبهذا لدينا تقرير بيان أنه آخر إندار لاستلام المفاتيح للسكن هو شهر ماي 2020. ورغم هذا قبل كل هذه الإجراءات هذا المشروع متوقف قبل زمن الكورونا، يعني زمن الكورونا ليس هو السبب في توقف هذا المشروع. بين هذا وذاك يبقى هذا المشروع من بين المشاريع المعطلة بسبب تماطؤ من المرقي العقاري الذي يرافقه غياب تام من طرف الهيئات المراقبة لمثل هكذا مشاريع.